اهلا وسهلا ومرحبا بكم كاملين في فيديو جديد ديال قناتكم شوشو شانيل. كيف نتوما شوشوات؟ نتمنى انكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ولا فيديو ديالي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم كما كتشوفوا انا معكم في هذا المطار، هذا مزيون ها نتوما كتشوفوا. جيت هنايا واحد المطار كاين في قرب المنصور، غنخلي لكم لي ديتاي كاملين طول لون الفيديو، دونك خليكم مع الفيديو باش تشوفوا لي ديتاي كاملين. ما قدرتش نصور هذا المطار كامل بزاف، علاش؟ حيت كاين شي حاجات اللي مشدودين، داكشي علاش صورت لكم غير الحاجات اللي قدرت انني نصورهم، زعما لي زيسباس اللي مفتوحين واللي الناس عندهم ليهم اكسي حاليا. نخليكم لي ديتاي كاملين في لا فيديو، دونك خليكم على الفيديو. ديال المنال، وهذه جريده. هنايا كاينه هاد الجريده، هنايا كيلعبوا فيها العيال وديكشي، كيجيو كيجلسوا فيها الناس. راه المنال فين هي؟ الرومبوان ديال القيصريه ديال المنال راه هو مورانا. وهنايا قبلتوا على هاد الجهه قبل اتصالات المغرب والبريد، كاينه هاد الجريده هذه عاملين فيها المطاف لسباس فين يلعبوا العواول. كاين كاين لي بون فين يجلسو الناس، هادي هي الدخلة، وهادي هي الدخلة كتجي مع هادي نيشان هنا. هاد الشارع هدا هو لي كيمشي لحي رياض نيشان، وهادي هي الدخلة. هاهي كيفاش مزوقة من برا، اسمها مؤسسة شرق غرب. دابا ندخل نوريلكم بلي ديتاي، ها فين جات بالضبط. هدا شارع الجيش الملكي، مغيبانلكم شي حيت الشميشة قبلتنا، شارع الجيش الملكي اللي كيدي لحي الرياض نيشان. هنايا قبلتو كاينين طاكسيات كبارين، راه هما ديك طاكسيات كبارين قبلتو. كاينه هاد الجريده هادي، ومن هاد الجريده كاينه هاد المطار اللي جينا له. ها هي بالنسبه للناس هنايا ديال يعقوب منصور اللي بغاو شي مطار هايدا فين يبدلوا الجو وداكشي، غتشوفوا معايا هاد المطار هذا. دخلنا من هنايا، كتشوفوا هنايا شنو كاين. كاين هنايا جريدة، ها انتوما شوفوا لسباس كيفاش عامل. صراحة المنظر مزيون و كالم. هادي شنو قلنا اسمه؟ شرق غرب اسمه. راه نخليكم الاسم ديالها هنايا في ليكرون باش تشوفوا كيفاش عاملة. شفتوا هنا يا ربيع ما شاء الله المنظر مزيون، وكولوريس هنا كيبانوا فني تبارك الله. شوفوا 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 شنو عندك؟ توليرونس عيط نقرا فيها، ما تقرات ليش حيت فيها الالوان بزاف. ها انتم شوفوا هنا شنو معدلين، توليرونس. هنايا لي طابلو بزاف ديال الناس وديك الشيء. شوفوا هنايا شحال مزيون، المنظر هنا مزيون، كيحمقني هذا اللون. هنايا شوفوا اللي عجبني اكثر هو هذا الديكور هذا. شوفوا البلافون شنو عاملين له، راسمين فيه زعما فحال السما بالضبابة وديك الشيء، باش واخا انت كتجلس مغطي من هذا ولكن كاينه السما فوق منك كتبان هيدا. هانتوما كتشوفوا كل شيء هنايا، حوايج يمكن شي محل ديال الحوايج. شوفوا هادي، شوفوا هادي مزيونه، شفتوها؟ هنايا الريوس بزاف. انا غنجي بكم هنايا تشوفوا شنو كاين. اه يا ليشيا،
D'accord, je vais pas m'approcher. D'accord, je vais pas dépasser. Merci. قال لي ما تقربش كاين هنايا لي شيان كاين الكلاب قال لي ما تقربش وانا غنزيد شي نوصل لكم غير من هنا شوفوا ليسباس كيفاش عامل شوفوا هذه شحال مزيونه عجبتني فيها شي شويه لي كولور بحال ديال ماجوريل وديك الشيء سي تري بو كي افي سا تي لا با اون ايدي سي تري بو Et d'habitude c'est ouvert. Là il y a qu'un had l'espace هذا ديال هادو اللي كيعملوا موسيقى شفتوها اللي كيقرا الموسيقى وديك الشيء قال لك مالك قال لك ما تزيدش تما قال لك سي انتردي عاوتاني وكل شيء تما عنده سي انتردي اجي اجي داكور شوشوات خرجت من هذا المطعم حيت جينا باش هنايا كاينه مكتبه وكاين كافيت ولا بوفيت ولا كافيتيريا ولا قهوه صغيره هذيك اللي شفتو كاين مطعم فين كيعملوا الموسيقى ممكن بزاف المرافق ما قدرتش كما قلت لكم صور لكم كل شيء التسجيل هنايا 50 درهم العام كامل كتكون عندك اكسل المكتبه الا بغيتو زعما المكتبه وديك الشيء شنو اخر بغيت نقول لكم بالنسبه للمطعم مالك مجا كتجري شحال قال لك التسجيل 50 درهم بنتي شحال التسجيل 50 التسجيل 50 درهم ولكن غير لي ستوديون غير لي ستوديون لي عاديين 100 درهم كيدخلوا لي ستوديون اللي عندهم شهاده تسجيل ديال المدرسه ديال لافاك ولا هذا كيخلصوا 50 درهم اللي ماشي ايتيديون باغي يسجل فيها 100 درهم وبالنسبه للمطعم فين كاينه ها نتوما كتشوفوا هاد الجرده هادي اللي مورايا ما غيبان لكم شي حيت الظلام المهم في المنال بالضبط سورتو الناس اللي ساكنين هنايا في الكارتي ديال يعقوب المنصور هذا سي ان اسباس مزيون راكم شفتوا في فيديو الواحد ملي كيدخل كيرتاح كيتكلم تما منظر مزيون بزاف فهمتوا كيفاش نتمنى هاد لا فيديو تكون عجبتكم ما تكون ما طويله شي بزاف قصيره المهم اللي بغى يجي لهنايا مرحبا بكم غنقول لكم بسلامه على بروشين فيديو انا اللي اكتشفت المكان ملك اللي اكتشفت هذا المقطع وكنت باغا تصوروا في لاشين ديالها هي عندها اون شين هاد ثاني مره كنقولها لكم غنخلي لكم هاد المره لو ليان ديال لاشين في لاباغ دانفو اذا بغيتو تدخلوا تابوناو عندها وشجعوها قولوا لها مالك اعمل مونتاج الفيديوهات ديالك وطلق راسك راه باقي ما بغاتش تطلق راسها هنا نستناو فيها باقي ما بغاتش تطلق راسها تعمل فيديوهات راه مصوراهم وجالسه كتستنى ما عرفتش علاش يلا نقول لكم السلام عليكم نتمنى لا فيديو تعجبكم على بروشين فيديو ان شاء الله تهلاو فيكم باي باي